السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفنا في الفيديوهات اللي فاتت سكراتش، المرة دي بقى هنشوف حاجة تانية اسمها عندي اي دي اي. ده بقى ميزته في ايه؟ ميزته ان انا عندي اكستنشنز مش موجودة في سكراتش. هاجي هنا هتلاقي 69 تقريبا، مفهومش غير 6 بس اللي موجودين في سكراتش اللي هم دول، لكن في حاجات تانية مش موجودة هناك. نيجي هنا ننزل هتلاقي في حاجات متخصصة جدا، في حاجات مثلا في الكهرباء. انا مثلا هختار الحاجات اللي هي الفيزيكال، تمام، واقول له انستول. وبعد كده بقى لما اجي في الكود هتلاقي الحاجات اللي هي خاصه بالفيزيكال بقت موجوده عندي هنا. طيب ممكن نبدا كده مع بعض. ممكن مثلا نقول له سيت اب ستيج، يعني انا عايز اقول له الستيج. بتلاقي عندك لما بوكس ستيج او اوبن ويز فلور او نو فلور، تمام. طيب بعد كده ممكن تقول له انيبل فور عندك كونستيوم او سيركل او بوليجن اللي هي الخطوط الخارجية ديت للشكل، عايزها الموب بتاعها نورمال ولا. طيب ممكن حتى نضيف بعض الاشكال، عندنا اشكال كتيرة، او ممكن احنا نرسم. ممكن اقول ان انا عايز ارسم بقى المرة دي. وليكن مثلا هخليها مثلا زي سيركل كده، دوست شيفت عشان يبقوا الاتنين قد بعض بالشكل دوت. وممكن اجي هنا اقول له ان انا عايز اعمل دبل كيت، يبقى انا عندي كورتين بالشكل دوت. طيب انا برمجت هنا، فانا عايز بس اقول له ايه، ان انا عايز اعمل سيموليشن، والسيموليشن دول انا عايزها تبقى معايا طول الوقت. فهقول له فور ايفر، بالشكل دوت. طيب انا الكود ده هاخده كوبي واحطه هنا واحطه هنا، وخلينا نشوف لما نبدأ التشغيل بقى ويتأثروا بالجاذبية ويتأثروا بالشخص نفسه بالحدود بتاعت الشخص. فدي نبدأ نعمل بقى دراسات في الحاجات الخاصة بمحاكاة الفيزيائية يعني. طيب خلينا نيجي على الشكل ده مثلا، واقول له ان انا عايز اظبط مثلا الفيلوسيتي بتاعه، تمام، بالشكل دوت. وممكن يتحكم في ان انا اقول له اول ما تبدا روح لنقطه الزيرو زيرو، وخلينا نشوف هتحصل ايه. اول ما بدات الكره اوتوماتيك بدات تبقى موجوده هنا في الزيرو زيرو، تمام اهو. اقول له وقف شغل، بدات انها تبقى موجوده في الزيرو زيرو هنا. ممكن اقول له ايه، عايز اتحكم في الفورس مثلا، او ممكن اتحكم في خليها فيكسد مثلا. فتقدر تتحكم في كل حاجة موجودة، تجارب فيزيائية، وتسأل الطلاب ايه اللي ممكن يحصل للعنصر بالشكل دوت. دي مش موجودة طبعا في السكراتش العادي. ممكن نخليه مثلا لما يلمس حاجة ايه اللي يحصل، فهتلاقي تجارب ممتعة ان شاء الله.